كل ده قلته بشكل واضح. اتكلمت على امبارح كان عندنا يعني ماتش امبارح دخل التاريخ. امبارح دخل ماتش انبي وفيوتشر تاريخ كرة القدم. ده تالت أطول وقت إضافي على مستوى العالم في تاريخ كرة القدم. تالت أطول وقت إضافي. أطول وقت إضافي كان ماتش في مباراة في فلسطين. وتاني ماتش أعتقد كان في أمم إفريقيا ربما أوغندا أو تنزانيا طرف فيه. الأولاني 42 دقيقة. التاني 36. التالت اللي هو ماتش امبارح إنبي فيوتشر 25 دقيقة وقت بدل ضايع. سابقة عجيبة. الماتش بدأ 9:30 بتوقيت القاهرة 28 مايو خلص الساعة 1:10 لاتنين 29 مايو. شيء عجائب وغرائب. عجائب كرة القدم في مصر وكأس مصر وعجائب التحكيم. طبعا عجائب التحكيم. بتكلمني ازاي يعني؟ ايوه بقول لك كده وقلت الوزير كده النهارده بشكل واضح. يعني ما ده من ضمن اللي هو العداله التحكيميه. العداله التحكيميه محتاجه تظبط ازاي؟ انت في ماتش ده حكم امبارح لو حكم بيحكم درجه ايه درجات كره القدم؟ خمسه؟ في خمسه كره القدم؟ درجه خمسه او سادسه؟ لو بيحكم درجه سادسه الكره جت في الحكم في رجله فالحكم ودخلت جون راحت لاعب انبي اسف فيوتشر ودخلت جون راح يشوف الفار بتشوف الفار على ايه؟ هي ضربت فيك ولا ما ضربتش؟ ده سمعت يعني الشرق الاوسط كله وانت ما حسيتش بالكره في رجلك وقال لك راح الفار بص على الكوره ضربت فانت حكم. هو ده اللي بيخلي الناس تسأل. قلت لسيادة الوزير كده ما الناس تتشكك هو ازاي يعني ده قالب بيه تحكيم لسه بيبتدي تحكيم. اول حاجة كرة اللي انا مش حكم في لازم اسقاط في مكان الكرة اللي جات لك هو ايه الحكاية؟ فده جزء من منظومة. ايوة جزء من المنظومة يتصلح طبعا يتصلح. مشكلة عندك في الفار عندك مشكلة في الفار عندك مشاكل كبيرة. اتكلمنا على القصة دي وعلى الاتحادات من ايام هاني ابو ريدة لحد النهاردة ايه اللي حصل في المنظومة ديت منظومة التحكيم المصري؟ زي ما انت شايف كده الحكم جري على الفار عشان يشوف الكرة ضربت فيه ولا ما ضربتش. شيء عجائب وغرائب وطرائف التحكيم في مصر مع احترام لكل الحكام بس ده مشهد لا يمكن يحدث في اي بلد. مشهد قدامكم ده ضربت ودخل جون وعايز يحسب جون فطبعا ام بي هددوا بالانسحاب وتعادلوا ورجعوا بعد كده فازوا بضربات الجزاء فازوا بعد كده ام بي وصعدوا وخرج فيوتشر. تاني بقول ما هو ده جزء من منظومه الرياضه. انت عايز عداله ولا مش عايز عداله؟ كله زي ما بقول لكم بالشكل ده لازم نبقى شايفين الكلام ده ونبقى واضحين والمسؤول يرد. احنا دورنا نسأل والمسؤول يرد ودورنا نطرح قضايا الرأي العام والشارع كل تساؤلات الشارع. ما في حاجة حضراتكم تاني بقول ما في حاجة حضراتكم على مدار الخمس ست شهور اللي فاتوا بالضبط منذ يناير حتى اليوم او تحديدا منذ فبراير حتى اليوم كل القضايا اللي اتقالت من فبراير للنهاردة سألتها للدكتور أشرف صبحي عشان يرد ويجاوب ويوضح الصورة نعرف حقنا نعرف حق المعرفة لأنه في الآخر المشاهد والجمهور ملوش علاقة هو ليه علاقة مين اللي موجود قدامه وزير الشباب والرياضة هيرد ويقول إيه هيئة الاتحاد عنده مشكلة بيتعامل معها ازاي؟ الاسماعيلي عنده مشكلة بيتعامل معها ازاي؟ المصري عنده مشكلة الملعب او الاستاد بيتعاملوا معاها ازاي النهارده؟ وفي تكليف واضح من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الشباب والرياضة يعملوا ايه لبورسعيد والنادي المصري؟ هتسمعوه معانا. في كلام مهم وكلام واضح.
تاني وحركة الدولة، احنا هنتقدم لبطولات تجاية ولا لا؟ أمم إفريقيا هنروح لها ولا هنعمل إيه؟ هيرد. ترتيبات كأس العالم، هل عندنا جاهزين مش جاهزين؟ إيه اللي عندنا في الملف ده؟ إيه اللي مصر شغال عليه حالياً؟ إيه الدراسات اللي بتتم حالياً؟ إيه اللي قدام؟ إيه المنظومة اللي بنشتغل عليها النهاردة؟ الأندية دخلها منين؟ استثمار، في استثمار ولا لأ؟ سألته بشكل واضح، هل النادي الأهلي هيتباع؟ سألته كده، هل النادي الأهلي هيتباع؟ مش كان في كلام الفترة اللي فاتت لسه كمان يمكن من 3-4 أيام في ناس عاملين يتداولوا وحاجات، هل هيتباع النادي الأهلي؟ سألت الدكتور أشرف صبحي كده، وبيرد باعتباره هو وزير الرياضة المسؤول، بيرد، ويقول أنا برد كوزير مسؤول 1-2-4، إيه الحكاية؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ طب إيه اللي مطروح في الملف ده؟ كل ما هو قدام حضراتكم هتسمعوه هنا ولا هنا ولا هنا، في أي حتة، في أي ملف خاص بالرياضة في مصر، كل الألعاب. نتكلم على الأبطال، عندنا أبطال، عندنا أبطال لسه راجعين من تونس، الأبطال دول محتاج إنك تكرم وتقف معاهم وتساندهم وتدعمهم، ولا هنفضل الناس في منظومة شغالة؟ طب انت بتجهز كوادر النهارده وابطال النهارده، عايز اقول شفت انا اطفال يعني ولاد صغيرين 3-4 سنوات زي اللي بتشوفه في الصين وفي اليابان اللي هو بتجهز ابطال جمباز من سن 3 سنين، لازم تلعب تبدا بيه مبكرا، يبدا يتدرب شويه يكبر 4 سنين معاك، 5 سنين معاك، 6 سنين معاك، 7 سنين، تجهز، بتجهز اولمبياد 24، خلاص 24 بكرة عندك 28 وعندك 32، بتجهز أبطال من النهاردة عشان أولمبياد 28 وأولمبياد 32 من دلوقتي، بتشتغل على ده من دلوقتي.